صحابيش واش كتصور؟ تحيه لكم كاع. درتو لي كاميرا خفيه لعز ومصر. ما عليناش بين اليوم عارفين الموضوع اللي جيت اليوم نهضر فيه، هو زيد الماء زيد الدقيق زيد الماء زيد الدقيق. ما عليناش زيد الماء زيد الدقيق اخوتي، يعني واحد مثال اللي تيقول لي زيد الماء وزيد الدقيق، يعني واحد داير واحد التبصيل هنايا، واحد كيكب الدقيق واحد كيكب الماء، يعني مين كتكب الماء على الدقيق هذاك جرع بزاف، ويقول لي ازيد الدقيق زاد الدقيق، ويقول لي ازيد الماء بقينا حنا في زيد الدقيق زيد الماء زيد الدقيق زيد الماء، غادي زيد 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 وزيد وما كنضربوش الحساب للناس. المهم اخوتي اليوم راكم عارفين بلا ما نبدا، وراكم عارفين الموضوع نتاع اليوم. اليوم جيت بالنسبة للموضوع نتاع الحليب ونتاع الماء، زيد زيد الشيفور باش ترباح القرعة تاع جيدو، زيد زيد الشيفور باش ترباح قرعة جيدو. ما عليناش اخوتي، كيف كتشوفو كتلاحظو معايا هنايا، هذا هو الحليب اخوتي، هذا ايترو نتاع الحليب. باغي نوضح لكم، باغي نخلي الميساج لهذوك الناس اللي تيقولوا بلد نتاع بوليفيا يعني بوفري، يعني بلد يعني ما في حالوش، يعني باغي نقارن ما بين الحوايج نتاع المغرب ونتاع البلد اللي كتقولوا بلد فقير. هذا ايترو نتاع الحليب اخوتي، ايطو هذا واخدو بستة دراهم، هاد ليطرو واخدو بستة دراهم، واخدو مثلا في قلتي غير حانوت عادية، ما مشيتش للمارشي، ما مشيتش انا غير حانوت عادية، ستة دراهم. إذا مشيت للمارشي غنجيبو قل، وإلا مشيت للاجونس غنجيبو قل. وهذا هو الحليب اللي تتقول زعما بي حاجة مليحة، كاين تاع 4 دراهم لا بغيتي تشري، كاين الحليب تاع 4 دراهم وكاين أقل من 4 دراهم، أنا جيت المليح زعما، جيتو ب 6 دراهم المليح ليطر، والله إلا ما شوف، والله إلا مازال بارد بالله، شتو القضية نتاع الحليب، هذا إيطرو نتاع الحليب، إيطرو بيل شي حاجة اللي كيقولوا مليحة عندهم ب 6 دراهم، وجتها غير من الحانوت، إلا مشيت نجيبها في الفرمارشي كبير غنجيبها بقلب، وإلا مشيت للاجونس نتاعو غنجيبو قلب، وكاين الحليب نتاع 4 دراهم ليترو 4 دراهم وكاين مقل من 4 دراهم، ما عليناش. واليوم بغينا نجيو الحاجة الثانية، الماء. أرى ليا بالرعب، ما عليناش هذا الماء خوتي باش نوريكم، هذا الماء فيتال، وإلا ما كذبتش هاد فيتال هادي ماشي غير في بوليفيا، هاد فيتال واقيلا كاين في بزاف ديال الدول، كاين في أمريكا اللاتينية، وإلا ما كذبتش إلا ما كذبتش كاين حتى في إسبانيا، هاد فيتال هادي يعني ماشي نتاع بوليفيا صافي. فيتال شحال كدير هادي؟ شحال متر بعدا نشوف، إيه وليدي واجي بيا دوك النظيرات نشوف وليدي شحال متر هنايا وليدي. تيقول اخوتي هنايا ستة لتر، ساي ستة لتر هنايا، شحال باش خديتو؟ هذا فيتال، هذا ملا الماء اللي تيقولو اللي كيقول انا وانا،
الماء اللي كيقولوا زعما ما زعما مليح فيتال. هذا في 6 لتر خديته بشي 13 درهم باش خديته 13 درهم باش خديته 6 لتر في 6 لتر. وكاينه حاجه اخرى عاوتاني الماء في الانواع. انا قلت لكم على الماء زعما شي حاجه اللي كتقول الماء فيه غالي حاجه كاع اللي كتقول مليحه غالي 6 لتر خديتها ب 13 درهم. واصبروا عليا تشوفوا عاوتاني وحده. هذا حتى هو ماء شحال فيه من لتر؟ فيه 20 لتر. الا قلت لكم شحال اش كيدير غادي تبقاو ب 20. هذا ماء اخر، هذا فيتال، هذا نوع اخر، فهمتوني؟ ها هو ديميسا شحال 20 لتر فوتي. ها كيبان لكم من تما 20 لتر اللي فيه شحال. هذا العمارة نتاعو بحال هكا يا سيدي 12 درهم. هذا فيه 20 لتر 12 درهم. هذا فيتال فيه 6 لتر 6 لتر 6 لتر نتاع الماء 13 درهم خليته 13. هذا العمارة نتاعو غير العمارة، نقول العمارة نتاعو حتى هذا ما نتاع شيعين العمارة ب 12 درهم. واش كندير؟ كندور غير التليفون غير النمرة، أهي النمرة تاع التليفون تاعو ويجيبو لك الضربة بالدار. وكاين البلاصة اللي كتركب فيها هذا حيت كتقلب بحال هكا، واحد البلاصة نتاعو فاش كتقلب من بعد غادي نوريه لكم. يعني كتعيط لها في نمرة التليفون يجيبوه هما براسهم يدخلو ويحلو ويصوبو لك في ديك البلاصة، وكتخلص غير العمارة نتاعو ب 12 درهم. 20 لتر اخوتي، واشرب الماء حتى يخرجك من النيف. الا ما خرجك من النيف يخرجك من العينين، الا ما خرجش من العينين يخرج من الودنين. يعني الماء خال، حتى الماء يتباع غالي حشومه دراهم ولا هكا. وكنوجه الميساج لهذوك اللي دايرين في الفيسبوك مثلا لا والناس واش 10 دريال شي حاجه، وهادي اخويا هذيك 10 دريال على المسكين بزاف عليه بحالي انا. الدرويش ما قادش، الدرويش راه بزاف عليه هادشي. حنا كنقرر دابا كنشوف المعيشه، كنقرر لكم المعيشه ما بين المغرب وبوليفيا. واكثر الناس يقولوا وا بوليفيا بلد فقير بلد. وانا متفق معك فقير، ولكن جيت تشوف المعيشه نتاعو شوف غير كيفاش كنبين لك شنو كاين. هذا 20 لتر 12 درهم، تصور معايا انت. وغنجيكم حاجه اخرى، جيب لكم اسيدي هذا هو ليسانس. هذا 2 لتر تاع ليسانس. شحال كيدير لتر تاع ليسانس هنا؟ كيدير 3 دراهم و5 لتر، 3 دراهم و5 لتر تاع ليسانس. نقولوا حنا كاع 2 لتر نقولوا 10 دراهم، حنا كاع نقولوا 10 دراهم ماشي ماشي الرخام هذا. ليسانس هنا في بوليفيا 3 دراهم و50 لتر. ها هو دابا عندي 2 لتر هنا، نقولوا حنا كاع نمشي نشريو في الطريق راه في الشارع نشريو ب 10 دراهم، وزيدو كاع ما نشري ب 10 دراهم في الشارع بلا ما نمشي سميتو. خلي نمشي نمشي نجيبو في ماشي في افريقيا، افريقيا لا غالي الفرق يا اوهو. يعني شوفوا هل زعما الفرق، انا كنبغي نوجه الدراري الفرق ما بين المعيشه تاع بوليفيا والمعيشه تاع المغرب. معيشه رخيصه رخاله، ليسانس 3 دراهم و50 لتر. اللي ما كتشوفوا الفيديو قدو قداش الخيرات الله، 20 لتر كتعمر العماره تاعو 12 درهم. بطاطا الحليب كاين 5 دراهم 4 دراهم على حسب اللي بغيتي نتا على حسب الماركه. والحليب نتاع البقر ماشي مامتا سنو، انا نمشي نجيب الحليب نتاع البقر اخوتي، نمشي نحلب البقرة. الحليب نتاع البقرة اخوتي كاين شي ناس حدايا هنايا 2 لتر ب 10 دراهم،
فهمتيني؟ جوج ايترو كتسريها مثلا ب 10 درهم، نقولوا حنا 5 درهم، انت على البقره مازال سخون، وكاين البلايص اللي غتاخذو قل، كاين شي ناس هنايا جوج ليترو ب 10 درهم وحليب سخون، والحليب ما كاين لا تخلط الماء لا والو، الحليب شي حاجه مليحه ناضيه، وشي نهار غادي نمشي نجيبو غادي لخوتي البلوك، وغادي تشوفو العالم كيف داير. او بالنسبه انا كيف كنقول لكم دابا، يعني انا ضد دوك الناس اللي تيقول لك راه هذيك 50 فرانك اللي زادو راه ماشي بزاف، انا ضدهم حيت هذوك الناس ولد فلان ولد فلان ولد فلان حتى ولد فلان، يعني انا من جهه انا كنعاون من جهه الشعب المغربي، نعز المغرب وراي تاع المغرب، كنموت على بلادي وانا مع الشعب المغربي اخوتي، يعني الشعب انا ضد ديك الزياده ديال افريقيا الحليب الماء والزيت والعالم، انا ضد داكشي كامل، ضد داكشي كامل، يعني راه شفتوا معايا كامل حوايج، يعني مازال غادي تشوفوا معايا بزاف تاع الحوايج، وغادي نقولوا مثلا يعني حيت بزاف ديال الدراري تيقول لك لا هو هذه البلاد هو البوفري هو ما عندهمش، هو الاخر شحال باش كنشري في المارشي على رقبتي، الا كنشري الخبز هنايا واحد المارشي الى ولا تنوري لكم باش تشوفوا العلم، كناخذ اخوتي حبه بحال شي حبه بشي 6 دراهم، تصوروا معايا انا نوريكم، ما تصابوش اخوتي كنجيبو بسميتو بحال لي 6 هذيك 6 سنتيم واش كنقولها تاع المغرب، ما كاملاش 50 فرانك ما كاملاش، كنجيبو في المارشي ما كاملاش 50 فرانك، هذا راه خبز زايد، كنجيب 10 ب 6 دراهم، 10 تاع الحبات 10 تاع هذا الخبز هذا كنجيبو ب 6 دراهم اخوتي، يعني انا كنبين دابا ما بين الفرق وما بين الفرق، مثلا الفرق ديال المعيشة بوليفيا ما بين بوليفيا والمغرب، وانا ضد وكونتر على دوك الناس على دوك الشركات اللي زادوا بالحليب وزادوا في الماء وزادوا في كلشي، هادشي ماشي معقول، بان لكم قرب لكم رمضان والحليب كيتمشى، وعارفين حتى البوفري حيت دابا حنا البوفري حتى ما كيشربش الحليب يوميا كيشريه مره بدار رمضان، دابا عارفين حول قرب رمضان وضغطوا على الحليب باش يربحوا الفلوس، فهمتيني؟ يعني ضدهم وضد دوك الناس اللي راه كاين بزاف تاع الناس ضدهم اللي كيقولوا تما يا هنايا لا هو يعني لا 50 فرانك ماشي شي حاجه وانتوما، وضد داك السيد اللي قال لك مدوي خونا شنو قال له مدوي خير ولا يعني على العقليه تاع الانسان شوف كي دايره بعدا حشي الهضره في الناس، يعني تبارك الله اللي فون ديالي تبارك الله الناس المغرب كامله مشرق الغرب منتج الروح حبابنا كاع، وما غاديش نقطع هاد الفيديو هذا حتى ندوق هاد الحليب هذا، والله حتى ندوقو مور داكشي ما كانش، حركو بعدا نديرو ليه حالة سميتو، صبروا عليا نصور الحليب هذا، خصني ندوق معايا الحليب معايا راه راسي تسام الله عليك، هانتوما سيدي واحد السبع دار ما نقدرش ما كنقدرش نشد واحد السبع دار انا خوتي هنايا ما كنقدرش نشد كنخاف نقيسو ديجا درت فيه يدي، كاش لي عاوني لي الدار على خوتي، ديجا ضربت يدي والصبع عندي دارني ما نقدرش نحكم مزيان، داكشي باش كيبان لكم ما نقدرش نقطعو من نهار ضربتو ما كنحكمش مزيان باليد، يعني مازال فيا مازال فيا كيضرني فهمتي، غادي ندوقو والله الا بتور بالله، سمع سمع الكشكوشه اتاي اتاي الكشكوشه البلديه، والله الا داير الكشكوشه باش تعرفوا الحليب راه مليح اخوتي، اشتي ها انتما
الله يلا بيد كاع غادي ندوق وغادي نقول لكم كيفاش داير ورخيص. غادي ندوق ونقول لكم لوكس. الله يلا مليح اخوتي في واحد المذاق مخير ما كرهش نبقى شاد وشاد بحالك وما نطلقش منه. زيد واحد اخرى. العز لكم هاد الدراري والتحيه لكم كاع والتحيه لكم هاد المنبر هذا. تحيه لناس المغرب كامله من الشرق للغرب من طنجه للقويره وراكم عزيزين عليا وراني كنموت عليكم. حاولوا كتبارطاجيو هاد الفيديو هذا والعز والنصر ديما يكون لكم جديد. وانا راه كونتر على دوك الناس اللي زادوا على الدراوش لان انا وريتكم واحد المقارنه ما بين مقارنه بوليفيا والمغرب. وبالنسبه للوقت جبت الوقت باش نديرها على حسب كيف بغيتكم ضد دوك الناس ضد دوك الناس اللي زادوا في الماء وزادوا في الزيت فين غادي. هذيك هي انت زيد الماء زيد الدقيق زيد الماء زيد الدقيق وحنا ما عطفناش فوقاش غادي ما عطفوقاش غادي نوقفوا بهذه الزياده. وربي يهديهم انا ضدهم اخوتي وانا راه مع الشعب المغربي انا معكم الشعب. العز راكم هنا الشعب نتاعي راني موت عليكم كاع وتبارك الله عليكم وراه معكم والحريشه تعمر الكريشه ما بغينا كلاس خلينا لهم ديك العيشه يعني راني معكم ديما ان شاء الله وليكم جديد وتبارك الله عليكم اخوتي. وما تنساوش تريك على شوف هذا الفيديو هذا اي بارطاجي واللي قال لك مول الحرجه عزيز عليه بارطاجي وراه ان شاء الله يكون جديد عندي ان شاء الله الجديد في اقرب وقت ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم اخوتي العز لكم.